بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كثير من الطلبة في السادس الإعدادي، سواء البنات أو الأولاد، يبعثون إلينا برسائل حول قضية الفهم والدراسة والفطنة والذكاء والمثابرة والحفظ وعدم النسيان، وكذلك يعني مسألة الإجابة بشكل جيد في الامتحانات، ماذا يفعل؟ من مجربات آية الله السيد عادل العلوي يقول: من كتب هذا الدعاء بماء الورد والزعفران ثم يغسله ويشرب ماءه، أي أنك تكتب هذا الدعاء بإناء نظيف بماء الورد والزعفران، وتأخذ قلما فارغا وتغمس القلم بماء الورد وأنت قد وضعت عليه الزعفران، وتكتب هذا الدعاء ثم بعد ذلك تشربه. الدعاء ما هو؟ بسم الله، نور بكتابك قلبي، واشرح به صدري، وأطلق به لساني بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنك تحفظ ما تسمع، وتكون فطنا ذكيا فاهما لما تقرأ، ولا تنسى ما تقرأه أبدا. وإذا كنت شاكا، يقول السيد عادل العلوي، وإذا كنت شاكا في أثره فلا تفعل، فإن الأذكار والأوراد لا تنفع مع الشك والترديد. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.